السلام عليكم يا شباب، اهلا بكم في محاضرة النهاردة. بقى هنعمل سيموليشن ان شاء الله على كل بقى الدوائر الالكترونية. وفي البداية كده هنبدأ اول دايرة معانا، وهي دايرة اليس جيت. اليس جيت زي ما احنا شايفين كده يا شباب، ديت هنعملها بمرة بالكتريك سيركت، عبارة طبعا عن سويتش، والسويتش طبعا هنا ايه بيتوصل مع الخارج اهوت في صورة ليد. وفي نفس الوقت طبعا زي ما اتفقنا يا شباب ان كل ليد بيبقى معاه مقاومة بالتوالي عشان يعمل ليمت الكارنت. فزي ما احنا شايفين كده يا شباب في الدرجات، المفتاح هنا وضع ايه اوف، يعني ده الانبوت والليد هنا الخارج. فتعال بقى بص على التاست تيبو بقى جدول التحقيق هنا اهوت، ادي الانبوت وادي الاوتبوت، الدخل هنا الاس وسويتش هنا لما يكون في حالة زيرو. لاحظ هنا يا شباب معنى مين، ان هنا برضه الخارج ده هو اللي بزيرو، وفي الحالة لما يكون السويتش بوان الخارج هيكون بوان. فدي دايرة يا شباب بتسمى دايرة مين، يس. تعالوا نبدأ بقى نعمل بقى المحاكاة بتاعتنا. ادي السويتش في وضع اوف يعني زيرو، هنا الخارج هنا زيرو. تعالى بقى نعمل سويتش اون. اول ما عملنا سويتش اون ايه اللي لاحظ بقى يا شباب، ان الدخل بقى واحد او لوجيك هاي، الخارج برضه يا شباب بقى هاي، يبقى هي في الحاله التانيه دي. نفصل المفتاح تاني بقى اصبح كده الدخل زيرو او لو، فالخارج زيرو. فدي يا شباب بنسميها دايره مين، دايره يس جيت. طبعا دي الشكل بتاعتها مين بقى، كتنفيذها عملي كسيركت الكتريك سيركت كدائره كهي كهربائيه. طب تعالى بقى نبص عليها كلوجيك جيت بقى، نجيب اللوجيك جيت بتاعتنا معانا اهيت. طبعا انا هنا شايف في الدايره دي بقى استخدمت دايره اور، وعملت طبعا دخلت على الاتنين انبوت، عملت طبعا معاهم بريدج او وصلتهم مع بعض، لان طبعا عندي فيه مشكله في البرنامج نفسه، ان دايره اليس طبعا مش واضحه معانا اصلا، مش فعاله معانا دلوقتي يعني. فانا ممكن استخدمها بقى بدايره اور بس اقفل الاتنين انبوت على بعضهم، مفيش مشكله خالص. هنا برضه نفس الشيء يا شباب، ادي السويتش ده الانبوت اهوت، ده وضع اوف، ادي الخارج برضه الليد ده في وضع يبقى ايه زيرو، فالدخل زيرو والخارج زيرو. تعالى بقى لما نعمل سيميشن بقى هنا بقى، بعدين انا غيرت في الليد هنا بقى خليتها لون جرين، عملت السويتش بقى الدخل واحد بقى الخارج يا شباب مين واحد برضه. طب خليت الدخل زيرو او لو، بقى هنا الخارج برضه يا شباب مين زيرو. تعالى نوصل تاني الدخل بقى هاي، بقى ايه الخارج هاي، يبقى دي بنسميها يا شباب مين، دايرة اس. يبقى من كل الدخل بزيرو الخارج بزيرو برضه، دايرة يس. الدخل واحد الخارج برضه يا شباب مين، بواحد او بهاي. تعالوا بقى ممكن نكتب عليه هنا يبقى اللي بقى المعادلة الجبرية بتاعتنا او اللي الفانكشن. طبعا هنا ممكن تبقى واضحة شوية، تعال نخليها هنا فوق هنكتبها وبعدين يبقى ايه نصغرها شوية تاني. هنا معايا شابين بهكتب هنا المعادلة بقى، ولنقل مثلا عندي هنا ايه الخارج مثلا هنا واي تمام، والدخل مثلا هنسميه ايه، فهنا الدخل بيساوي او الخارج بيساوي الدخل تمام يا شباب. فلما يكون الدخل عندي بواحد اهو زي الحالة دي بالظبط اهو، في الحالة التانية اهوت في الصف التاني في الجدول بتاع التحقق، هنا ايه عند الخارج كام بواحد بهاي برضه. طب نكون بقى ايه الدخل ايه بزيرو او لو، الخارج برضه عندنا شباب مين بزيرو، وده بقى المعادله هنا بتاعت مين، بتاعت البولين الجبرا تمام. الداله بتاعتنا هنا بقى يبقى واي بتساوي مين ايه. نعمل بقى تاني يا شباب محاكاه تاني، لما يكون الدخل بهاي اب 1 الخارج برضه يا شباب مين معايا ب 1 وكده. شباب بقى اتمنى يكون المحاضره استفدتوا منها يعني، ودمتم شباب في رعايه الله وامن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.